تركيا تدافع عن عملياتها العسكرية في سوريا، وواشنطن تناقش صفقة في الشمال السوري. أبدى غضبه الشديد وأرسل مبعوثا خاصا إلى دمشق. محمود عباس يطلب من بشار الأسد عدم استئناف العلاقات مع حماس. جولة جديدة مما تبقى، حياكم الله. ردت تركيا على اتهامات صينية لها بخصوص العملية العسكرية في سوريا لمحاربة تنظيم الواي بي جي المصنف على قوائم الإرهاب في تركيا. كذلك تحدثت أنباء عن مناقشة واشنطن مع قسد والأتراك شيئا ما في الشمال السوري. شمال شرق سوريا أو شمال سوريا عموما، البعض يقول هذا يعني أهم منطقة في العالم. ما الذي به؟ ما الذي بهذه البقعة من الأرض حتى تتعقد كل هذا التعقيد؟ يدخل الداخل ويخرج الخارج ويطرح الطارح ويرتأي الرأي، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وليلى هي شمال سوريا، أو ليلى هي سوريا الحقيقة. يعني إذا كانت هذه البقعة من الأرض، إذا كان الحديث عن منبج وتل رفعت مثلا، وهي مدن صغيرة، يعني مدن صغيرة جدا جدا جدا، إذا كان الوضع في هكذا مدن صغيرة يحتاج مثل كل هذه التدخلات والقلاقل الدولية، يعني فكيف الحال إذن بسوريا؟ شمال سوريا، شمال شرق سوريا، عاد للتعقيد. الآن الصينيين، هجوم الصينيين على الأتراك يعني هو شيء من هجوم الروس على العملية التركية، أو هجوم النظام على العملية التركية. لكن الآن عاد الأمريكان بقوة إلى شمال شرق سوريا، وربما هذا هو المتغير الأهم. واشنطن لها الأمر من قبل ومن بعد. واشنطن، الأمريكان يعودون بقوة إلى شمال شرق سوريا، دوريات عسكرية في الرقة، قواعد عسكرية جديدة على ضفاف الفرات بجانب مقرات الأسايش، كلام عن اللقاء الأمريكان مع لواء ثوار الرقة بمعزل عن قسد، وإحيائه من جديد ودعمه من جديد.
كلام عن عودة الأمريكان إلى منبج أو عين العرب، كذلك عودة الأمريكان إلى جميع أو معظم المناطق التي انسحبوا منها من شمال شرقي سوريا، لقاء ماثيو مكفارلن قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال الأمريكي مع مظلوم عبدي قائد قسد، وبرفقته من؟ بافل طالباني، بافل طالباني ابن جلال طالباني رئيس الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق. ما الذي تريده واشنطن؟ واشنطن قالت صراحة نحن لا نريد أن نرى عملية عسكرية تركية في سوريا، في شمال سوريا، قالتها صراحة واشنطن. لماذا زار طيب مكفارلن برفقة بافل طالباني مظلوم عبدي؟ ما الذي يريده؟ ويعني لزيادة السريالية في المشهد السوري، بافل طالباني هذا ابن جلال طالباني، وهؤلاء الطالبانيون محسوبون على الإيرانيين، وهؤلاء حلفاء، حلفاء كتفا بكتف وساقا بساق مع الإيرانيين، وشهيد القدس قاسم سليماني له علاقات قوية جدا مع الطالبانيين. ما الذي أتى به هذا بافل طالباني برفقة الأمريكان؟ لكن بافل طالباني صح علاقاته إيرانية، لكن كذلك هو لا يخرج عن بيت الطاعة الأمريكي، خاصة مع انشغال الإيرانيين الآن بأنفسهم. فربما لا تكون إيران في المشهد، لكن لماذا هذا بافل طالباني؟ طبعا البرزانيين جماعة مسعود برزاني ليس علاقتهم سيئة جدا مع الإيرانيين، لكن علاقتهم قوية مع من؟ مع المجلس الوطني الكردي السوري. هذا المجلس الوطني الكردي السوري الذي تحاول واشنطن أن تصلحه مع قسد، والمجلس الوطني حليف الأتراك طبعا، وهناك محاولات حثيثة من قبل واشنطن لتخريب وجهات النظر بين قسد والمجلس الوطني الكردي السوري. وأصلا يعني كان من المتوقع أو تم حديث عن إدخال بشمارقة في شمال سوريا كحل بديل، كحل أمريكي بديل اقترحه جيمس جيفري، إدخال قوات بشمارقة، والبشمارقة البرزانيون أصدقاء للأتراك، والبشمارقة أصدقاء للمجلس الوطني الكردي السوري. فواشنطن ارتأت أنه حل وسط، لكن هذا دخول الطالبانيين على الخط هذا جديد. الآن صحيفة العرب اللندنية، والعرب اللندنية هي صحيفة إماراتية، هؤلاء إماراتيون القوم، تقول ماذا؟ تقول إن واشنطن تحاول أن تجد صفقة تضمن من خلالها وجود عسكري دائم في شمال سوريا كالوجود العسكري في شمال العراق، لكن هذا لا يلغي قسد، لا يلغي قسد، ومحاولة إيجاد صفقة بين الأتراك وقسد. وطبعا المجلس الوطني الكردي السوري سوف يتعاظم دوره، والمجلس الوطني الكردي السوري جهة محترمة من الجميع، وهي جهة وطنية سورية علاقتها طيب، وهي جزء لا يتجزأ هذا المجلس من فصائل الثورة السورية ومن كيانات الثورة السورية، وعلاقته ممتازة مع الأتراك، وكذلك يبدو في الفترة الأخيرة كانت علاقتهم الجماعة قوية أو تعاظمت مع الأمريكا. بافل طالباني الحقيقة لا جواب واضح لماذا أتى بافل طالباني، هذه هي سوريا، يعني يتنبأ البعض، يتوقع البعض، لكن جواب قاطع واضح شافي لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد. الثابت حتى اللحظة على الأقل، يعني لا أحد يعلم ما الذي سوف يحدث غدا، أن أمريكا قطعت الطريق على الأتراك ولا عملية عسكرية تركية، لكن هذا مقابل ماذا؟ إذا كان هذا مقابل هذه الصفقة، هذا يرضي الترك طبعا، بكل تأكيد يرضي الترك. الترك يريدون دورا قويا للمجلس الوطني الكردي السوري، يريدون دورا قويا للبشمارقة جماعة بارزاني، وربما بالمعية جماعة بافل طالباني، يريدون هذا الأمر. والترك إذا تم الفصل بين جماعة قسد وقنديل، قيادات قنديل، هذا يرضي الترك، وليس الترك مضطرون ساعتها للدخول عسكريا في شمال سوريا، هكذا البعض يرى. لذلك إذا كان هذا هو الثمن، إيقاف العملية العسكرية التركية أمريكيا، ربما يكون مقبولا من الترك، لكن هذا الأمر أيضا غير منطقي، لأن الأتراك غاضبين من الأمريكان، غاضبين، غاضبين من اندفاع واشنطن باتجاه قسد، وإلا لما خرج الرئيس التركي ليقول والله نحن نقترح مؤتمر لمكافحة الإرهاب مع الروس ومع النظام السوري، ولا نريد وجود أصلا قوات أمريكية في شمال شرقي سوريا.
إذا لا صفقة بين واشنطن وتركيا على الأقل حتى اللحظة، وإلا ما خرج الرئيس التركي، لكن ربما أن الرئيس التركي يخرج بهذه التصريحات للضغط على واشنطن، وهذه السنة التركية المعتادة، المناورة بين موسكو وواشنطن، تقترب هنا ثم تقترب هنا، لكن قلب أنقرة هو ميال أكثر للجانب الأمريكي لا شك في ذلك، لأن المصلحة التركية مع الأمريكان ليست مع الروس، والروس الآن في وضع ضعيف وضعيف جدا. في هذا السياق يعني خرجت هذه التصريحات التركية عن لقاء بشار الأسد، يعني سياقات غضب أنقرة هذا خارجيا، لكن هذا أيضا لا ينفصل عن سياقات الداخلية التركية ومحاولة إرضاء الشارع التركي الانتخابي خلال الشهور القادمة. صرح الرئيس التركي، طيب حتى لو حدث شيء مثلا يعني جدلا افترض اجتمع الأتراك مع الروس مع بشار الأسد، هل بإمكانهم أن يحدثوا شيئا شمال شرقي سوريا الآن؟ لا يمكن. عاد الأمريكان بقوة وقسد عند بعودة واشنطن سوف تتخلى عن كل مفاوضاتها مع الروس ومع النظام. حضرت واشنطن، حضر الماء، هذا هو الماء، فبطل كل التيمم بكل أنواع التراب هذه الموجودة. لا تيمم بوجود الماء الأمريكي، لا تيمم. فهذه قسد تعود إلى واشنطن وتتخلى عن موسكو وتتخلى عن النظام السوري، بالتالي كل المؤتمرات التي سوف تحدث إن حدثت لا يمكن أن تغير على الواقع شيء، لأن واشنطن عادت. لماذا واشنطن عادت؟ البعض يقول إن واشنطن عادت بهذه الطريقة وبهذا الوضوح الآن لأنها لا تريد أن تربح موسكو في سوريا، لا تريد أن تربح موسكو في شمال شرقي سوريا، لا تريد، تريد أن تحرم موسكو. كيف السبيل؟ بالحفاظ على قسد وبتطمين قسد، وأنه لن يكون هناك هجوم وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرقي سوريا، بالتالي تهدأ قسد وتتخلى عن الروس وتتخلى عن النظام، وبالتالي استمرار حرمان الروس والنظام من شمال شرقي سوريا. المشكلة بالنسبة للأمريكان هي الأتراك، كيف سوف يتم حل هذه القصة؟ لذلك صحيفة العرب اللندنية وغيرها الحقيقة يتحدث الآن وبدأ الحديث عن ربما يكون هناك شيء بين الأمريكان، هذه بركات زيارة جيمس جيفري ربما الأخيرة إلى أنقرة، أنه محاولة تقريب وجهات النظر أو حقد صفقة ما بين أنقرة وقسد ترضي الجميع وتتحصل بها أنقرة على مطالبها إن لم يكن كلها فجلها، ويبقى وجود قسد. هذا هو المطروح أمريكيا حتى اللحظة، ربما غدا تتغير الأشياء، يعني لا أحد يعلم ما الذي سوف يحدث، لكن حتى نعلم إلى أين سوف تتجه الأشياء، هذا الملف السوري بالغ التعقيد، بالغ التعقيد. لا يمكن يعني أن يكون ملف بهذا التعقيد. اليوم الدكتور مروان قبلان له مقال على هذا الموضوع، يعني هذه المسألة السورية تزداد تعقيدا، لا بل إنها تزداد صعوبة على الفهم، هذا فضلا عن كيفية الحل. يعني بحاجة المرء بحاجة أولا أن يفهم ما الذي يحدث، لا أحد يبدو يعلم ويعي تماما ما الذي يحدث، حتى الأطراف الفاعلة، هي الأطراف الفاعلة يبدو تعمل بسياسة المياومة يوم بيوم، يعني لا أحد لديه خطة ربما لشهر أو لشهرين. من ثم يبحث المرء عن طريقة لحل هذا الملف إذا كان أحد على هذه الأرض يعلم كيف يمكن أن تحل هذه الملفات المعقدة. وطبعا هذه قصة اللقاء بين الرئيس التركي وبشار الأسد والاتيان ببشار الأسد على الحدود، هذه قصة قديمة منتهية ولا أساس لها إلا في خيالات البعض من الكارهين للأتراك. الآن مع مجيء الأمريكان بهذه الطريقة، ما أعتقد أن أحدا ربما يعود ليكرر هذه المعزوفة. أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم رضاه عن قيام النظام السوري باستئناف العلاقات الكاملة مع حركة حماس المناوية لفتح. محمود عباس أبدى قلقه الشديد من ذلك بعد 10 سنوات من قطاع تلك العلاقة.
لم تنقص إلا محمود عباس يتقاتلون على بشار الأسد. ما هذا الزمان الذي وصلنا إليه؟ محمود عباس أبو مازن، عباس وراء المتراس منتبه يقظ حساس. منذ سنين الفتح يلمع سيفه، اسقل سيفك يا عباس. محمود عباس، هذه على ذمة الأستاذ صالح القلاب، هذا الأستاذ صالح القلاب الذي قال هذا الكلام. يرسل وفدا إلى رسالة إلى بشار الأسد يقول له: لا تصالح ولو قلدوك الذهب، لا تصالح ولو قلدوك الذهب. يقول له: لا تصالح حركة حماس، يجب أن لا تصالحها. ثم يعرض عليه يقول له: نحن في فتح ما قام علاقتك علاقتنا معكم على مدار كل هذه السنوات منذ 2011، وهذا صحيح فعلا. فتح ما قطعت علاقتها يوما مع بشار الأسد، لا بل إن الشيء الوحيد الذي اشتركت به حماس وفتح طيلة هذه السنوات وكانتا متفقتين عليه هو العلاقة مع بشار الأسد. فيما دون بشار الأسد فتح وحماس اختلفت على كل شيء في الحياة، على كل شيء، حتى على الهواء تختلفان هاتان الحركتان إلا بشار الأسد. اليوم محمود عباس يقول لبشار الأسد: لا تصالح حماس، وإن كان من ذلك بشار الأسد لا يرد على الرسالة. والله حق له بشار الأسد، الحقيقة حق له، فليجلس هكذا وهو يعني يرتب ستفة من ستفات الكبتاجون أو مجموعة من كفوف الحشيش ويقهقه عاليا على هؤلاء القوم، على هذه السفاهة: بني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أحكموا سفهاءكم. ما هذه السفاهة يا قوم؟ يعني ما هذه السفاهة؟ يأتي خليل الحية ليقول عندما التقى ببشار الأسد قال: والله هذا يوم تاريخي تاريخي. يرد عليه محمود عباس ويقول لبشار الأسد: لا تصالح، أنا حبيبك المفضل. ما لكم يا قوم وما لبشار الأسد؟ إلى أي درك وصل القوم؟ هذا هو الدرك الأسفل أم هذا أسفل من الأسفل؟ لا أحد يعلم. يعني هكذا هي الحياة، يعني صدق أو لا، وصلنا إلى هذه المرحلة، وصلنا إلى هذه المرحلة فعلا. وهنا في تركيا الرئيس التركي يخرج ليقول: والله يجب أن ألتقي بشار الأسد مع الروس. تخرج المعارضة التركية ترسل رسالة إلى بشار الأسد تقول له: لا تلتقي بالرئيس التركي، نحن نعطيك أموال على أن لا تلتقي الرئيس التركي ونسحب الجيش التركي من شمال سوريا، لكن لا تلتقي الرئيس التركي. القوم هنا كذلك يتصارعون على اللقاء مع بشار الأسد، والقوم كذلك في فلسطين يتصارعون على اللقاء مع بشار الأسد. ما بالكم يا قوم، هذا بشار الأسد يعني منبوذ، يعني لا أعلم ماذا أقول الحقيقة، لأن الآن الخوض في هذا المجال هو ليس خوضا صحفيا البتة. يعني هذا بشار الأسد آخر مرة التقى مع مسؤول كان مع وزير خارجية العماني، والتقاه هكذا شذرا من أجل وساطة من أجل هذا الصحفي أوستن تايس وذهب. الإماراتيون كل هذا التطبيع مع بشار الأسد ما الذي استفادوه الآن؟ لم يستفيدوا شيئا. الأردنيون بعد كل هذا التطبيع، النظام الأردني ملأه النظام السوري بالكبتاجون. ما بالكم أنتم يا قوم، ما بالكم حماس وفتح والنظام والسلطة والمعارضة هنا في تركيا كذلك تتنافس على حب بشار الأسد. عذراء في خدرها سيادة الرئيس، الكل يتنافس على حبك، ما الذي فعلته لهذه الكرة الأرضية؟ لماذا الجميع يحبك بهذه الطريقة؟ لماذا؟ ألسحر في عينيك مثلا أم لجمال في أذنيك؟ سيادة الرئيس محمود عباس يعني هي ما بقيت إلا على هذه. طيب يعني ولماذا أنت منزعج؟ هو أصلا بشار الأسد لم يعبر حماس، يعني بعد كل هذا التطبيل الذي طبلته حماس وإراقة ماء وجهها لم يحدث شيء. بشار الأسد تجاهل الموضوع، تجاهل. إعلام حماس ما زال مستمر طبعا، يعني في حب بشار، وصلات موشحات يعني غزاوية في حب بشار الأسد، أو للدقة موشحات سنوارية الحقيقة، وليس كل حماس، يعني هؤلاء السنواريون جماعة خالد مشعل لا يريدون هذا الأمر، لكن يبدو أنهم قلة ومعزولون. الأمر الآن للأخ المجاهد أبو إبراهيم، فهؤلاء السنواريون يعني مندفعون وإعلامهم مندفع باتجاه بشار الأسد، وهم في انطلاقة حماس 35 قبل أيام رفعوا صورة علم بشار الأسد، يعني وضعوا علم إيران، ويعني
لكن بشار الأسد والله لا يعبرهم، وإعلام بشار الأسد لا يعبرهم، لا بل تعامل معهم باحتقار. بشار الأسد وأعلامه تعامل معهم باحتقار لهؤلاء السنواريين. وأيضا على هذه الرسالة لم يرد، هذه على ذمة صالح القلاب، بشار الأسد لم يرد على رسالة محمود عباس الأخ أبو مازن. يتعامل معهم بازدراء بشار الأسد. بشار الأسد يعني يريد كبتاغون، يريد أموال. هل أنتم تنفعوه؟ هل تنفعون خزانته؟ هل تملؤون جيوبه؟ يتعامل بهذا الشكل. أما هذه علاقات، هذه أصبحت من الماضي، يعني الرجل ليس في وارد العلاقات الآن، الرجل الآن في وارد التكوين، ثروة إمبراطورية كبتاغونية، هو وزوجته وأولاده، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني لا، هنا في تركيا يخرج قال المعارضة التركية تقول بشار الأسد لا تلتقي، لا تلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان، ندفع لك أموال. هي هذا العرض يعني يعجبه لبشار الأسد، ونسحب القوات التركية من شمال سوريا. والأسد ينتظر صامت، يعني يفاضل بين العشاق. الحقيقة قد يفهم المرء، قد يقول قال إن الدولة التركية هذه دولة وهذه مصالح انتخابية، والرجل يريد أن يربح الانتخابات، هذا مفهوم. لكن الوضع في غزة والضفة الغربية يعني وضع مختلف تماما. ما الذي يدفع القوم إلى هذه الحالة؟ والقول إن والله حماس اتخذت موقفا جيدا وغادرت سوريا أول الثورة السورية، هو يرد عليه ما الذي كان بيد حماس؟ ما الخيار الآخر بيد حماس؟ يعني حماس الخيار الآخر كان لها إن أرادت البقاء في سوريا هي مقاتلة السوريين، كما تفعل كل الفصائل الفلسطينية في سوريا التي بقيت، قتلت السوريين والفلسطينيين. هو ما الخيار الذي كان مطروح أمام حماس؟ إما أن تقاتل السوريين أو أن تخرج. فلا حاجة، وإن قاتلت السوريين هي خسرت تماما، خسرت الحقيقة، يعني خسرت تماما. وكان وقتها الربيع العربي في أوجه، وكان من المتوقع أن يسقط بشار الأسد، لذلك هي ركبت الموجة. فالبعض يحاول أن يبيع هذه الحركة على أنها موقف مبدئي، هذه اللفتة يعني مغادرة سوريا أنها موقف مبدئي، لكن ثبت أنها غير مبدئية، لأن القوم عندما يعني ارتأى لهم أن بشار الأسد باقي ومنتصر عادوا إليه. فبالتالي البعض يقول يعني لا تكرروا كثيرا من هذه الحركة، والله نحن اتخذنا موقفا مشرفا عندما خرجنا من سوريا إلى إلخ. لا، كانت الموازين في صالحكم، كان الربيع العربي في أوجه، ثم ما الخيار الثاني المطروح أمامكم؟ مقتلة السوريين، وهذا إعدام للحركة لا يمكن أن تتورط به، لذلك خرجتم. فالأمر ليس فيه بطولات، ليس فيه بطولات. عموما هذا هو الحال الذي وصل إليه القوم، يتنافسون على حب بشار الأسد. انتهى ما تبقى. الأحد القادم بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما تبقى جديد في أمان الله.